السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم على قناتي ازرع بيدك وزين بيتك، وعلى الفيسبوك أيضا ازرع بيدك وزين بيتك. وقبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله بيته وصحبه وسلم أجمعين إلى يوم الدين، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم إشعارات جديدة من الفيديوهات، وعمل لايك لتوسع انتشار الفيديو على منصة اليوتيوب، والمشاركة مع الأصدقاء وإشعار كل فيديو. يلا بينا نزرع. فيديو اليوم عن صبار ديل للجمل. كما عودناكم اللي احنا بنتكلم عن معلومات كاملة عن النبات، عن كيفية العناية والرعاية والزراعة للنبات، تابعوني لنهاية الفيديو. صبار ديل الجمل موطنه الأصلي مدغشقر. صبار ديل الجمل واسمه العلمي بروفوليوم لاتيفرين، هو نبات عصاري دائم الخضرة طول العام، وهو نوع من أنواع الكلانشو التي تضم أوسعة كبيرة من النباتات العصارية، والتي تتبع العائلة القرصولية الفصيلة المخلدية. الأوراق داكنة طويلة خضراء لها هامش مسنن خشن، وتنبت الشتلات ذات الأوراق المتقابلة المستديرة بشكل طبيعي بين كل مسننة والأخرى، وتكون كل شتلة جاهزة للنمو لتصبح نبات جديدا عندما تقع على سطح التربة. ومتوفر لدينا من نباتات عصارية المعمرة دائمة الخضرة لنبات البروفوليوم الذي يصلح في الأماكن الحارة، ويستعمل لتنسيق الحدائق الخارجية لأنها تعطي شكلا جميلا في المكان، ويتغير شكله من مناخ لآخر، والعناية به سهلة جدا. ري عند جفاف التربة ويوضع في مكان شمس لنموه جيد جدا. دلوقتي هنتكلم على كيفية العناية لنبات البروفوليوم. من السهل جدا العناية به، ويمكن زراعته في الداخل او الخارج طالما انه في ظروف دافئة نسبيا وتتعرض لأشعة الشمس مثل العديد من النباتات العصارية. ويحتاج الكلانشو البروفوليوم الى الحد الادنى من الري، ويمكن ان يعاني بالفعل اذا تم الافراد في الماء، نظرا لانه من السهل جدا العناية بها ومقاومتها للعديد من الامراض التي تضر بالنباتات الاكثر حساسية، فهي نباتات رائعة لا تحتاج الى صيانة كبيرة للاحتفاظ بها في منزلك او حتى تقديمها كهدايا للأصدقاء. والتسميد مرة واحدة في الشهر خلال النمو والإزهار بسماد NPK متوازن 20-20 لنمو سريع وأفضل للنبات. دليل العناية لنبات البروفوليوم من احتياجه إلى الماء، متوسط الاحتياج من المياه يجب أن يتم الري كل أسبوع أو عند تجف أعلى سطح التربة بعمق 3 سم من التربة. اسقي المياه جيدا حتى تصبح التربة مشبعة، ثم تصريف المياه الزائد بالكامل من فتحات الصرف. ان شاء الله نبات جميل جدا اللي احنا نقدر نزرعه في المنزل بأقل الأشياء. ولو في اي سؤال او اي استفسار ياريت تكتبوا لي في التعليقات وهرد عليكم على طول، وما تنسوش اللايك الجميل من حضراتكم للتوسع انتشار الفيديو على منصة اليوتيوب. الافات والامراض التي تصيب بنبات البروفوليوم، هو ما شاء الله نبات يستحمل معانا جميع الافات والامراض التي تصيبه، ويفضل معانا نبات ما شاء الله بصحة جيدة. دلوقتي هنتكلم على كيفية إكسار لنبات البروفوليوم. هو نبات طفيلي لدرجة كبيرة، أي يتكاثر بسرعة وسهل نقله من البذور التي تنتج على الأوراق أو بالخلفات الجانبية. وزي ما حضراتكم شايفين بناخد البذور اللي هي تبقى على الأوراق ونزرعها في قصيص تاني، او بتلاقوها وقعت اسفل القصيص بناخدها وننزعها ونزرعها في قصص تانية. ان شاء الله هنشرح عملية، تابعوني لنهاية الفيديو. لو في اي سؤال او اي استفسار ياريت تكتبولي في التعليقات، ويلا بينا الى الشرح العملي.
دلوقتي هنعمل اكسار على صبار ديل الجمل. زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله نبات جميل جدا، لكون الاوراق بتاعته ان هي بيطلع عليها الخلفات بتاعتها زي ما حضراتكم شايفين. سبحان الله، حاجة هندسة ربانية، حاجة جميلة، بسم الله ما شاء الله. دي اعتبر التهاوي او البذور بتاعت النبات ذات نفسه، ماشي. دي ممكن ناخدها كده اهي، تمام، وممكن نزرعها على طول في التربة زي ما حضراتكم شايفين كده، ماشي. وهي تاني حاجة بتقع في القصيصة اهي زي ما حضراتكم شايفين، ممكن برضك نشيلها كده اهي، نزرعها برضو تمام. يبقى معانا البذور بتاعتها اهي، ناخدها نزرعها، ويتم الزراعة معانا في شهر 4 لغاية نهاية الصيف. ودي برضك مجموعة واقعة اهي في القصيص، ممكن ننزع واحدة واحدة كده منها ونزرعها ايضا. بعدين نسمي الله كده ونغرسها. بقى عندنا مجموعة اللي احنا ممكن نهادي بها الاصدقاء وكده. حاجة سهلة بسيطة جدا، ويخش اي مجهود ولا اي تعب بس. والتربة اللي احنا بنستخدمها تربة رملية زي التربة طينية، تمام. اهي في مجموعة تانية كتير اهي فيها، ممكن ناخدها ونفصصها في اسس تانية. ما شاء الله النبات ده يعني عامل زي نبتة او صبار ام الملايين، ان هي بيبقى فيها كتير قوي. بسم الله ونغرز، ماشي. ودي مراحل النمو معانا زي ما حضراتكم شايفين اهي، المراحل معانا تدريجيا. وحاجة اللي احنا نقدر نزرعها عندنا في المنزل بأقل الأشياء. ده كان شرح عمل ونظري على صبار ديل الجمل. لو في اي سؤال او استفسار يا ريت تكتبوا لي في التعليقات وهرد عليكم على طول. ومع تحياتي ابو ياسر، والسلام عليكم.